حجة الله وأنت المثل الأعلى وأنت النبأ العظيم. يا علي يا علي يا علي. أي والله. وهو كان الرسول في الحرب ينادي يا علي. طبعا حبيبي هذا إمامك، إذا ما تقول يا علي إيمانك ما يكتمل. لاحظ شلون؟ الآن يطلع لك واحد مفلطح ويقول لك أنت إذا تقول يا علي تكون مشرك، فهمت كيف؟ خلي على رأسك.